السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم أنا البارح كنت مسافر، جيت عند واحد الناس أنا لفرنسا الحدود، من بلجيكا جيت أنا لفرنسا الحدود، بيت عندهم. المهم ما كانش عندي سميتو، ما كانش عندي الانترنت باش نعرف شنو كاين. مهم نعست عند الناس، تعرضت عندهم، تعشيت، نعست. الصباح كنت فاجئ بان كنلقى بزاف ديال لي زابيل، وكنلقى العائله ديالي، ولد اختي، اخواتاتي كيعيطوا ليا. تقريبا لقيت الميساجر اهدا، لقيت سميتو الواتساب غادي يتفرقع. لقيت لي زابيل بزاف طاح لي في الميساج من المراه ديالي، الناس اللي كيعرفوني هنا، في اصحابي والاصدقاء ديالي. لقيت مازال ما حليتش، دابا ما حليت لا انستغرام لا والو. كلشي كيقول لي الله يرحمك سيره، واش متي؟ واش واحد كيعيط لي كيسولني واش انت بخير؟ كنقول له شنو كاين؟ كيقول لي راه كلشي مخلوع، راه قال لك راك متي، ما عرفتش شنو هو السكتة قلبية ولا شنو هو. المهم انا ما فهمت والو، عيط السيد اللي مكلف ليا بالفيسبوك وباليوتيوب، مع انا ما كنعرفش نخدم في اليوتيوب كاع، ما كنعرف نلوح لا فيديو لا والو، ما كنعرف لا يوتيوب، ما نعرف نلوح فيديو، ما نعرف حتى حاجة. قلت له شنو كاين؟ قال لي ودي راه ديك لاباج ديال الفيسبوك راه داوها. داها وانا عرفت هذاك السيد، عرفت انا هذاك السيد اللي داها. شكرا لكم يا رب. انا في التران دابا. المهم هذاك السيد اللي داها، المهم كان خدام معايا انا شحال هادي، وبقى بيناتنا شي حاجه، ماشي شي حاجه قليله الفلوس، ما 100 اورو 1000 درهم ولا شنو. قلت له ما عنديش، قلت له راه ما عنديش، صبر عليا، زعما صبر عليا، راك عارف هذا الوقت ما كاين ما يدار، وحتى اليوتيوب ما كيدخلش بزاف ديال الفلوس، وعاد هذا عاد هذاك الشهر اللي فات كانوا داو ليا من دخلوا لهذاك، دخلوا الفلوس ديال اليوتيوب وخداهم وداك الشيء. قلت له صبر عليا. ومهم ناقشت انا وياه بحال هكا، المهم صافي عادي. ناض هو دا لاباج دابا د الفيسبوك مره، وناض كتب فيها هادشي كامل، خلى العائله ديالي مخلوعه، الوالده ديالي مريضه فيها القلب، عندها طونسيو كيطلع ليها، ولد اختي تعيط ليا مع الوالده مع هذا، ما فاهمين والو، الناس مخلوعه، انا ما فهمت والو. الصباح نط نفطر مع ديك العشره، فطرت. دابا عندنا 12 تقريبا، هذه 12 ديال النهار. فطرت عند الناس، خرجت شارجيت التليفون، شارجيت هذا الكارجي، حليت الكارجي، لقيت التليفون ديالي غيتفرقع، ما فهمت والو. انا كنتسنى في التران، قطعت الورقه ديال التران وخديت روشارج ديال الكارجي باش ندير كارجي ولي زابيل، خديته كي دخلته بحال هكا، درت الكارجي غنشوف اشنو طاري. لقيت الدنيا مرونه، ما فهمت والو، ما فهمت حاجه، بحالي بحال جميع الناس، بحالي بحال جميع الناس، ما فهمت والو. وكنعيط للدري ديال اللي مكلف ليا باليوتيوب، كيقول لي لاباج راه كندخل ليها كتعطيني، ما كنبغيش ندخل ليها باش نحيد، باش نسيبريمي هذاك، بغي يسيبريمي غير داك سميتو، يسيبريمي هذاك الخبر، ما عندوش كيفاش يدخل ليها. سيد دا لاباج وهو قال لي غادي ننتقم منك، ما عرفتش على والو، على 1000 درهم، على 1000 درهم غادي ينتقم مني، ما عرفتش. انسان كتقول له انا ما عنديش في هذا البيريود، يعني هذا من بعد صبر عليا شويه وغادي نصيفطها لك. ينظر هاد الدرجه هذه كلها، خلع الوالده ديالي، سيرت الوالده ديالي مرا كبيره مريضه، وكيعيط لي ولد اختي الصباح، كنلقاها كيعيط لي، كتعيط لي اختي، كتقول لي اش هاد الشيء، لان حنا كنا الليل كله ما نعسناش، وانا ما بيت هاد الناس، ما عرفتش شنو ندير، ما عرفتش الويفي ما كاينش،
ما قدرش ندوموندي الويفي، قلت حتى الصباح ونشارجي 4G ونهضر عادي. ملي جيت دابا شارجيت 4G هنايا حدا في لاكار ديال التران، وقلت غادي نطلع نشرب بعدا ناخذ شي قهيوه وناخذ التيكي وعاد نتسنى التران. كنتسنى التران دابا تقلب عليا الدنيا مرونه ضجه، طلعت في التران ما فاهم والو، بحالي بحالكم. واش نقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق وصافي. هادشي اللي غادي نقول لكم، حشومه ان انسان يدير بحال هاد الحوايج هادو على والو، على والو يدير هادشي باش حقه باش ينتقم منك. ما عرفتش، انا ما عرفتش هاد الناس الله يهديهم. ديما انسان ديما تابعيني، ما عرفتش رغم انني المشاكل اللي عندي مشاكل ديال الدنيا وديال الدين عندي، غير ما كنبغيش نهضر، ما كنبغيش نقول كلشي شنو عندي، وما عرفتش. المهم ما انا ما فهمش، حالي بحالكم ما فهم والو. المشكله اللي عندي هي الوالده ديالي، مراه كبيره مريضه، عندها طونسيو، عندها القلب، عندها المعده، عندها كلشي. يعني اش نقول لكم؟ يعني ما عرفتش هاد الناس هادو. الوالده ديالي اي اول وحده تقدر تموت قبل مني، قبل ما نموت انا، والاعمار بيد الله. يعني السيده مسكينه كلها مدقدقه، كلها مريضه، عندها بزاف ديال الامراض. والمشكل في هذا الشيء كامل، يعني انا الوالده ديالي دائما نحفظ الله دائما كنتواصل معها في وهذاك النهار البارح ما تواصلش معها، يعني ما البارح ما تواصلش معها، وهي دائما كنتواصل معها في الواتساب، يعني في اما فيديو اما المهم كنهضر معها ديما. والبارح ما عند الله ما تواصلش معها، وتا كنسمع هاد الاخبار هادي بحالي بحالكم. من ضايق دابا ما عارف ما نقول، متفاجئ، ما عرفت من ندير. يعني هاد الناس ما كيخافوش الله، ما تيخافوا لا الله لا عبدو لا والو. اش نقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. يعني الاول وحده اللي غنخاف عليها هي الوالده ديالي، هي اللي كتهمني بزاف. الناس اخرين كاين غيقول كاين ولا ما كاينش، وصف صح وشي بصح، لان شحال ما شفتها، هادي 3 سنين غادي في 4 سنين دابا ما شفتهاش، ما نيش شفتها ملي جيت هنا، ملي جيت من المغرب. اش نقول لك؟ الله يطول في عمرها والله يخليها علينا، وهادشي اللي غادي نقول لكم. المهم الله يهدي ما خلق، والناس ما كيراعيوش المشاعر ديال الناس الاخرين، وما كيراعيوش المشاعر ديال العائلات وديال لي فامي وديال الوالدين. كاين واحد الانسان كيخرج اشاعه علاش على والو، انك عندك معاه شي مشكل بسيط اولا كيتسالك شي حاجه اولا، هذا وكيخرج اشاعه وكيخلي الناس كلها مقلوبه، شي مناعش، شي مريض، شي متسائل. الناس مساكين، كاين الناس كيبغيو، كاين الناس كيحبوني، كاين الناس خايفين عليا، كاين الجمهور اللي كيبغيك، وكاين انت كاع اللي ما كيبغيكش ولا كيكرهك ولكن ما يبغيش لك الموت، فهمتي؟ انا دابا يلاه ما عرفت والو، يعني يلاه غندخل نشوف الانستغرام، عاد غادي نشوف هذا الفيسبوك، واخا ما عنديش فيسبوك حيدته، عاد غندخل نشوف الناس. دابا ما انا لحد الان ما فاهم والو، بحالي بحالكم.